بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالق البشر من تراب، له الربوبية أمرا وملكا واستحقاقا، وهو المنفرد بالألوهية والعبودية، وجعله حقا على عباده، وتخصص بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنزه عن كل نقص وعيوب، عز من قائل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صلوات ربي وسلامه على معلم الخير وإمام الدعاة إلى عبادة رب العباد، والداعي بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعلى آله وصحبه المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعين والمستمعات، طيبين والطيبات، والفاضلين والفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فموضوع المحاضرة نور التوحيد وظلمات الشرك. يتوحيد برهان الناء يشرك ألموت يميني هنا رئيسات قن كذكه اللهم بكيت هي الرئيس ممراد لم يسفل لقاء المرتس يتان نبات يان نساس تانيس مكنيات من دنو يميلون لم تكاس ودالو. በመጀመሪያ ለዚህ ከነሳሳን ምክንያቶች መካከል ከውቀቶች ሁሉ የላቀና ከፍ ያለ እንዲሁም በእያንዳንዱ አማኝ ላይ ሊያውቃቸው ከሚገቡ ግዴታዎች ሁሉ ግዴታ በመሆኑ፣ ይህም የተባለበት ምክንያት ስለ አላህ፣ ስለ ስሞቹ እንዲሁም ባህሪያቶቹና ስለ ጌትነቱ፣ በተጨማሪም አላህ በባህሪያዎቹ ላይ ያለው መብት ምን እንደሆነ ስለሚያሳውቀን ነው። የተውሂድ እውቀት ወደ አላህ ለሚያዳርሱ መንገድ ቁልፍ ከመሆኑም ጋር ይህን የተዘናጉ ሰዎች ከመኖራቸውም በተጨማሪም አብዛኛው ህብረተሰብ ሽርክን እንደ ቀላልና እንደ ተራ ነገር በመቁጠሩ ለሰው ልጅ ደስታውና ደስታ ማጣቱ መንስኤም ስለሆነ ተውሂድን በመያዙ ደስታን የሚያገኝ ሲሆን፣ በአንጻሩም ተውሂድን በመልቀቁና በመተው ደስታ ይነፈጋል። ስለዚህና መሰል ምክንያት እያንዳንዱ ባሪያ አላህ በሱ ላይ ግዴታ ያደረገበትን ተውሂድንና ተጻራሪውን ሽርክ ማወቅ ይገባዋል። ይህ ካልሆነ ግን ሰውየው ሳያውቀው በሽርክ ላይ ይወድቅና በጣም ከባድና የላቀ አደጋ ላይ ራሱን ሲጥል እናገኘዋለን። የተውሂድ ጉዳይ ከማንኛውም በላይ እያንዳንዱ ሙስሊም ዲኑን በተስተካከለና በተረጋጋ መሰረት ለመገንባት እንደዚሁም ደግሞ በተውሂድ ዕውቀት ላይ በመማር በማስተማር እንዲሁም በማስተንተን ትኩረት ማድረግ ይኖርበታል። ይህ ካሴት ታዲያ እነዚህን ችግሮች ግምት ውስጥ በማስገባት የሚከተሉት ርዕሶች ያዘና ያቀፈ ሆኖ እናገኘዋለን። አንደኛ፣ ማዕነ ተውሂድ ወሽርክ፣ የተውሂድና የሽርክ ትርጉም። ሁለተኛ፣ አንዋዕ ተውሂድ ወሽርክ፣ የተውሂድና የሽርክ አይነቶች። ሶስተኛ፣ አህሚየቱ ተውሂድ፣ የተውሂድ አንገብጋቢነትና አስፈላጊነት። አራተኛ፣ ፈድሉ ተውሂድ ወኸጠሩ ሽርክ፣ የተውሂድ ትሩፋትና የሽርክ አደገኝነት። አምስተኛ፣ አልሙኻለፋቱ ፊተውሂድ፣ ተውሂድን የሚጻረሩ ነገሮች ይሆናል። በመቀጠልም እያንዳንዱን በዝርዝር ለማየት እንሞክራለን ቢኢዝኒ ልመውላ ጀለ ወዓላ። الفصل الأول، معنى التوحيد، يتوحيد ترجموج. التوحيد لغة هو الإفراد، ولا يكون الشيء مفردا إلا بأمرين. توحيد بقوانقوا درجة عند التوكو من التهل مالتنا، من النوم نقر عند تدرقوال أليام تنطلال يميبالو، ويولى الله سبحانه وتعالى عند سو توحيدين الرقاق يتعلى ميبالو، ويولي يميتلوهلت نقروتن كم ولا بتانا بتانو. عندنا الإثبات التام، ثانيا النفي التام.
መጀመሪያው ሙሉ አረጋጋጭነት ሲሆን ሁለተኛው የተሟላ የሆነ ሌላን መነፈግ የሚገባውን ባህሪና ሁኔታ መንፈግ ነው። ተውሂድ በቋንቋ ደረጃ ሆኖ ሳለ በሸርዓን ወይም ምስጥላሐን ምንድነው የምናገኘው? አልኢማኑ ቢላሂ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለህ ወላሁ ዋሂዱን አሐድ ዙል ወህዳንየቲ ወተውሂድ፣ በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብቸኛ ጌትነት ማመን ነው። አጋሪ የሌለው ሲሆን አላህ አንድና ብቸኛ የሆነ ጌታ ነው። በተውሂድም ብቸኛ የሆነ በአንድነቱም ብቸኛ የሆነ ብሎ ማረጋገጥ ነው። ወይም ደግሞ ወኢፍራድ ላሂ ብልዒባዳ ወኢትባቱ እትሳፊሂ ቢማ ወሰፈ ቢሂ ነፍሰህ ወሰፈሁ ቢሂ ረሱሉህ ወተንዚሁሁ ዐን ነቃኢስ ወልዕዩብ ወሙሻበሃት ልመኽሉቃት። ወይም በሌላ አገላለጽ አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ በአምልኮት መነጠል ማለት ነው ተውሂድ ብሎ ማለት። እንደዚሁም ደግሞ እሱ ራሱ የገለጸውና የተላበሰውን ባህሪ ማረጋገጥ፣ መልእክተኛውም ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ያረጋገጡለትን ባህሪ ማስቀመጥ፣ በተጨማሪም ጎዶሎ ከሆኑ ነገሮችና አስነዋሪ ከሆኑ ነገሮች ከፍጡራን ጋር ከመመሳሰልን አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ ማጥራት ማለት ነው። ባጭሩ የተውሂድ ትርጓሚ ይህ ከሆነ ሁለተኛው ክፍል ስንሻገር አንዋዑ ተውሂድ ሆኖ እናገኘዋለን። አንዋዑ ተውሂድ ሰላተቱን፣ ተውሂድ ሶስት አይነት ወይም ለሶስት ይከፈላል። አልአወል ተውሂድ ሩቡብያ ሲሆን ተውሂድ ሩቡብያ ማለት ሁወ ኢፍራድ ላሂ ተዓላ አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ መነጠል ነው። በምን ብልኸልቂ በመፍጠር ወልሙልኪ ኸልቅ ሲባል በፈጣሪነቱ ወልሙልኪ ببالتبيثنتنا والتدبير بمثنا بهر من التلم قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله كل نجار فتارينو فقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سلطان بجو يونونا بهلوم نجر لا يتحي هنو جيتا لا كهيلا قديه نزيه لكتو آيات ويمهم كالسوش توحيد الربوبيان إما ملكتي هنا الثاني توحيد الألوهية توحيد الألوهية سنل وهو إفراد الله تعالى بالعبادة اللهم سبحانه وتعالى بملكوت بالتجنع نرقوه من الدل بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده فالله يتير لم أكل عملاك درقوه ليز فتصمم عند أي قبار ما لتني سوجج كما يعبد الله ويتقرب إليه لك الله لم يملكه الله فالله يتير لنا أكل ودى الله لم يقربه الله ودى للا أكل مكارب يلبتم كما يتقرب إلى الله تعالى وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة الله سبحانه وتعالى قال أملاك تدرقو يمياز من يوم أملاكنا أكل كلا يسوى أملاكنا ودكنا يعني فرش هنا له. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق إهم الله نتنيا قيتاس لهننا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كالسليم يا ملك تاكاله لا كنتو سلهون ميلا وأن الله هو العلي الكبير تلاكمنا يلاكو قيتا السم سلهون ميلا قديه كذيهم من الرداو يهي الله سبحانه وتعالى أملاك النتنا لذيهم كذاوج الله كالتن ውድቅነት አምላክነታቸው እንደሚያስቀምጥልን يجب على المسلمين ان يفردوا الله سبحانه وتعالى بما يختص به الله سبحانه وتعالى يمنطلبتن ብቻ አለጥለው እሱ የተወሰነውን ብቻ ለሱ በማድረግ ሙስሊሞች አላህን ስብሐነሁ ወተዓላ መንጠል ይገባቸዋል። እንደዚሁም አምልኮቶች የተባሉ ሁሉ ለሱ ብቻኛው ጌታ የማይወልድ ያልተወለደ የማይወልድና ምንም አቻና ቢጤ የሌለው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ብቻ ያደርጉለት ይገባል። እንግዲህ ዒባዳ ስንልስ ምን ማለት ነው? ዒባዳ በምንልበት ጊዜ ሰዎች ይሳሳተ ግንዛቤ ይዘልን ይሄን እንችላለን። ነገር ግን ዒባዳ ማለት ትክክለኛው ዴፊኒሽን ወይ ማገላለጽ اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال
والأفعال الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى لم يودوا من يوم نققرنا من يوم تقبار قلت أن يهون دبك الله سبحانه وتعالى يمي ودونا يمي قبل الكهنة عبادة يبالل ينقريه من يهالات تقالينا سفين دوننا وكزيه أقل ليس وما بابان من الردو لنا منايها لموسد كتف اللقاء صلاة الذين صوم دعاء استعانة فالله تقدم فلق والاستغاثة إرجاتهم ويمتبر المفلق والاستعاذة تبكان والتوكل من مكان طواف يعني الله سبحانه وتعالى انديزور يدرغون انديزور يدرغون بوتا مزور كعبا طواف مدرق لمسالي والذبح إرد والخشوع والخشية متنانس الله المفلق نزيه لنا مثل نقرش باتك علي عبادة وثيق قلس علنو قريه بالنزيه نقرش الله سبحانه وتعالى بتشانتن ما استمت إنو يبالان يهي قريه ولدتن يو يتوحيد كفلسيهن سوستن يو توحيد الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى بسمنا ببهياته من التن من مالتنا هي إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قريه الله سبحانه وتعالى بسمتنا ببهياته من التن كما ننقاس عن مساسلو بقرآن الله عند وردات بزيهم برسول عليه الصلاة والسلام سنة الله عند متعهم يهي من ديتنا يميون وكتبالا الله يسكمتهم يرغبتهم أن يبلو عليهم بما سكمت يللون يلن يمدم عليهم بما ستاك ومنفق سنة الزنفو سنة الزبا سنة الزبا سنة الزنفو هني عرش لا ينسي المثلة أي تكوذ أطرال لنجي عرش لا يمالا تهير اللنبلو لكن لما الزنفو تأينت وإما الله سبحانه وتعالى سماء إلى نجي تبالا كلهم بوت على يبلون لم يزنفون ولا تعطيل سنة نفو سنة ساتق أنا عرش لينك لا عرش لين خلاص سماء لينه أيضا لم بلن سنة يتلايو بحيات السن سنة نفقه ويأتج أماري من دزيه ومن غير تكييف هنا يتعو السن سنة سكمت الله يهمالك الله سبحانه وتعالى فلقه لكن دزينه بلن سنة سكمت كون يتعو تقع سنة مساسل ولا تنسين كافت أرهن قع سنة مساسل ما سكمت مالكنا مسسلو ماسك امهت مالكنا مسسلو